واحد السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى الكل يكون على خير. مرحبا بكم كيف ما ديما في قناتكم ام امير كندا. اليوم البنات جبت لكم واحد كيكه بالتفاح والزبيب، غزاله البنات. في العشيه كنبغيو نجلسوا مع وليداتنا وناكلوا شي حاجه بحال هكذا، قلت علاش لا نشارككم المقادير. عندنا جوج كيسان ديال الفورس، عندنا كاس الحليب، عندنا كاس السنيده، عندنا كاس الزيت، عندنا ثلاثه البيضات، عندنا جوج خميرات ديال الحلوى 8 غرام 8 غرام يعني 16، وعندنا صاشي وحده ديال الالزا ديال السكر الفانيلا، وعندنا قبيصه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. كنديروا البيض بالجبن اللي غنخدموها، كنخلطوا البيض ديالنا بالطراب يدوي، نزيدوا عليه قبيصه ديال الملحه، نزيدوا عليه السنيده، ونخلطوا الكل. من بعد نزيدوا كاس الحليب على الخليط، نضيفوا عليه كاس الزيت، من بعد نزيدوا سكر الفانيلا، نبدا من الناس وصلنا الخميره. ابخي غنديروا عليها الفورس، والفورس البنات على حساب الخليط اللي عندكم، كيتهز من جوج كيسان حتى ثلاثه كيسان ديال الفورس. وما نزيدوش كامله البنات في دقه، مره شويه بشويه بحال هكذا. نزيدو الكاس الثاني، المهم الخليط ديالنا كيكون على هذا الشكل. نزلي البنات جوج كيسان قد قد. من بعد ما البنات خدينا المول ديالنا ودرنا ليه الزبده ودرنا ليه الفورس وسستو من الفورس، كنشدو الخليط ديالنا وكنكبوه في المول ديالنا على هذا الشكل. كما كتشوفوا كنحيدوا المول ديالنا البنات، كنوضعوه على جانب، وناخذوا جبيبينيه بحال هكذا، ناخذوا جهد جوج تفاحات مقشرين بحال هكذا، لوز اي فيلي، معلقه ديال الكوك، معلقه كبيره، زبيب، قبيصه ديال القرفه. نشدوا البنات من الاحسن حتى كتكون بحال هكا، اللي التقابي ديالها يكونوا غلاظ ماشي صغار، تكون بحال هكا على هذا الشكل. ونحكو التفاح ديالنا، شفتوا البنات كيكون التفاح بحال هكا غليظ. من بعد غنزيدو عليه اللوز. اللي متواجد عندكم البنات في الدار ممكن تستعملوه، اللوز، الزبيب، القرفة، وغادي نخلطو هادشي كلشي في هاد الجبيبينيه، كتجي لذيذه يا البنات كما كتشوفوا. كلشي خلطناه هنا في هاد الجبيبينيه، من بعد كنجيبوا المول ديالنا، ومن الاحسن نخدموا بيدينا تبقاي تهزي وتوضعي في المول فوق الخليط على هذا الشكل. كما كتشوفوا البنات على هذا الشكل. دابا الفران ديالي درتو على درجه حراره 360، راه سخن من قبيله هو كيصون عليا، دابا ندخلو الفرن. كما كتشوفوا معايا البنات دابا الكيكه ديالنا في الفرن كطيب، نستغلوا هذا الوقت ونصايبوا كابوتشينو. كابوتشينو البنات كلشي كيحماق عليه وكلشي كيعجبو، الوليدات الكبار والصغار. اشنو كنحتاجوا فيه؟ نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال القهوه سريعه الذوبان على حساب الماركه اللي عندكم اللي متواجده في الدار. نبداو على بركه الله. غادي نديروا الماء، نديروا السنيده،
ونديروا القهوه ديالنا وغادي نحاول نخلطوا بالضراب اليدوي كيما دارت لينا هاد القهوه. وابخي غادي نديروا الضراب الكهربائي. كيف ما شفتوا البنات الرغوه ديالنا كتكون على هذا الشكل، كتكون عاقده واللون ديالها كيكون بحال هكذا. ومن الاحسن البنات ناخذوا جبانيه ولا سوبيره بحال هكذا بالغلاقه ديالها ونديروا هذه الرغوه ديالنا هنايا ونديروها في الثلاجه الوقيته اللي بغينا كابوتشينو ديالنا. غادي نديروا معلقه ولا جوج معلقات العبر اللي بغيتي في كويس ونكبوا عليه الحليب. بقاو معايا تشوفوا. عرفتي البنات ريحتو كتشهي. كنمشيو ناخذو في تيم هورتون وماشي داكشي اللي بغينا، ماشي بحال خدمه ديال الدار نقي على يديك. كتكون الكريمه ديالنا البنات بحال هكذا، نسدوها ونديروها في الثلاجه ديالنا الوقيته اللي بغينا غناخذو العبار اللي بغينا. كيف ما كتشوفوا معايا البنات دابا حنا جينا للطبله ديالنا، جبدنا السوبر من الثلاجه، عندنا الحليب هنايا فايض، ناخذ جوج معالق صغار على هذا الشكل، ناخذ الحليب ونكبوه. ومن بعد هاد المعقنات نخلطو بها. نشهيتكم البنات الله يعطيها الصحه، هادي اللي خليت منها عندها لاغوسات ديال كابوتشينو تما ما كيخطانيش من الدار. كيف ما كتشوفوا معايا البنات الطبله ديالنا ها هي واجده، كابوتشينو كيكه ديالنا بالصحه والراحه. نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، تخليوا لي كومونتير ديروا لي جيم، دقوا الجرس باش ديما يبقاو يوصلكم الجديد. خليتكم في امان الله.